ديريهم انت ولاتي خاصك تفيد بلاد. الا كتشوف راسك انك ما كتفيد العون السلطه وخرج واحد من الدار واحد مساله فيها الاعتقال القانون سري المفعول. رجال السلطة المحلي نخرج انا وبنتي اولا ولدي نصبروا كاملين ونتحدوا كاملين. بالعكس الى ما خرجتش انايا غادي نحمي عائلتي اولا. ديرها قليلة غدا ان شاء الله مع اعلان نهار الاخر غادي تكون كاملين. تعقيب ما تعرفوش راسكم وليداتكم والتهلوكة الشباب اللي غادي تعتقل ولا الشباب اللي غادي تعتقل هاد الحالة الطوارئ دائما كنقطو في ديالها خاص. شنو حتى حاجه ما كاينه ما كاين والو. ما راه كنديروها في ليفنا وكنديروا لها هذه الوضعيه هذه. هاي ها وديرها انا ما فهمتش دابا الكمامه انت عندك وحطها في جنبك وديرها الشريف الله يرحم الوالدين. واخا ما تخرجش بلا كمامه مصلحتك ومصلحة وليداتك. شفتي القانون شفتي الاخبار ياك والقانون شنو فيه؟ القانون اللي ما دايرش الكمامه راه غادي يخلص غرامه ولا الحبس. ايه وعارف هادشي باش شري الكمامه الله يرحملك الوالدين ما تخرجش بلا كمامه. سولت القاس راه كاين هذا تعرف القانون انا خدام من هنا باش جات تضرب لنا كلشي في الزيرو. واش ما كتخافوش على ولادكم؟ ما كتخافوش على الناس؟ وعاد كتزيدوا الفهمات والفهم الايجابيه. شكرا لك واخا يقول لك سير تخدم واخا يقول لك سير والله ما تمشي على الهدى ولا نطبق معك القانون. لا لا اجلس 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 اش عم نقدر نشرح لك انا كل نهار نجي نشرح لك القانون؟ واش ما بقيناش فيك حنا 20 يوم حنا تنشرحوا لكم؟ ودابا راه الجزر دابا راه القانون خص العقوبه صافي. لان كاين بعض الناس الا ما طبقتيش معاه القانون بالحذافير ديالو ما تيفهموش ودابا انت عتفهم بالقانون حيت شرحنا لك وشرحنا لك وشرحنا لكم بغيتيش تطبق القانون. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.